حلو وبركاته. تدريبات تكتيك مبسطة يعني بشكل كبير، ما تحتاج إلى شروح كثيرة ولا تحتاج إلى ما يعرف بتعقيد الوضعية التدريبية، بسيطة وبها شرط تعليمي واحد، هو يعني أحاول أضعه كالتالي، سريع عشان يستفيد من المدرب اللي عنده خبرة واللي ما عنده خبرة. هاي الوضعية 3/4 ساعة بس، جولين، مدرب مع كرات مجهز، وضعية بهذا الشكل، الأربعة المدافعين الآن اللي راح يستلمون من حارس مرمهم هم خلف خط الوسط، بقية الفريق الأصفر كله في ساحته، فتلعب الكرة من المدرب إلى حارس المرمى، يبدأ الضغط العالي من قبل الفريق الأصفر، انتهى الأمر. فالفريق الأصفر يدافع عن هدفه ويحاول يسجل بأحد الأهداف الثلاثة، الهدف الرئيسي والهدفين الصغيرين على الجانب، بينما الفريق الأخضر اللي استلم الكرة يحاول أن يبني اللعب ويلعب بالطريقة التي تمكنه بالوصول إلى هدف المنافس بأسرع ما يمكن والتسجيل بالهدف. هذا يسمى اختصار شرح الفعاليات التدريبية التكتيكية. إذا الكرة عند حارس المرمى الأصفر يبدون يلعبون عادي هجوم ضد دفاع، ويصير التحول بالدفاع والهجوم واللعب حر، عدا الشرط الأول إنه من المدرب يدفع الكرة إلى حارس المرمى. دائما دائما الأربعة المدافعين في ساحة، في ربع ساحة، ربع ساحة، بينما الكل البقية في النصف البعيد من الساحة بس، وعلى ما يستلم الحارس يبدأ الضغط، ما في شروط تعليمية ويبدأ اللعب. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم ولي الصحة والعافية، كما أني دائما وأبدا أكرر القول بأننا دائما نحتاج إلى أن نفكر تفكير جيد في تطوير التعليم. التعليم أهم مفصل من مفاصل الاتحادات للألعاب الرياضية، سواء كان كرة القدم أو غير كرة القدم. وضع كرة القدم كنمبر وان أو رقم مركزي في الرياضة في الدولة أو في الدول نتيجة لشعبيتها، لكنها ستقضي على إنجاز الرياضات الأخرى إذا ما شعر الرياضيين الآخرين في الألعاب الأخرى بأنهم سكند هاند. والسكند هاند ما أريد أقولها بالعربي عيب، يجب أن تأخذ كل الفعاليات الرياضية اهتمام الدولة، ولا توجد هناك محاباة لاتحاد على حساب اتحاد آخر، مع إعطاء بعض الأولوية للرياضات أو الألعاب الأكثر شعبية بما فيها كرة قدم، على أن يكون ذلك فارق يؤدي إلى قتل روح التنافس بين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية. أنا مفهوم ولا أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية. يا رب انصر فلسطين يا رب. صحيح التضحيات ستكون كبيرة جدا، لكن ما حدث هو كسر لأنف الصهاينة المجرمين. اللهم انصر الأبطال، افتحوا الحدود، ما عليكم أنتم كدول عربية، بس افتح الحدود وتغاض النظر عن المجاهدين اللي يريدون يدخلون يبغون الشهادة في سبيل الله. أي شهادة عظيمة في سبيل القدس؟ اتركوا مساجدكم، لا قيمة للمساجد الآن. المسجد الوحيد للإسلام الآن غزة والأراضي المحتلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.